وفين اخي اشرف؟ فين اخي جوهاني مزيان؟ مرحبا، كنا كنتسناوك اخي اشرف. الله يزين انت بخير. وقول لنا اخي ديالي، وي شنو سر الدخان وهاد البنيه العضليه؟ تبارك الله خويا، عطينا الاسرار صاحبي، الدراري اللي بغينا يعرفوا هاد الشيء. شوف لا ما بغاش كوصل بنادم سير اخي ديالي، قول تنضربوا البيض ديال النعام وقليل كياكلوا في المغرب. ويلي وما كتدبر عليه انت؟ انا راه داكشي كيجينا سير كوموند. سير كوموند اوكي. وكيفاش القضيه ديال الطياب ديالو ولا لقاو الدراري ان شاء الله؟ بوطه صغيره، شوف بوطه صغيره كتخوى عليها على وحده، تمشي لك ولا بيضه كتخوى عليها. صعيب على الواحد باش غادي يبقى حاضر على هكايا كوصور بوطه غاليه. تنصحك اخويا مشيني بلا ما تبعد الميدان، ماكش حتى تقدمي راه غادي. وكنقول ليه دابا، قول ليه دابا من غير بيض النعام اش كتحس شي حاجه اخرى؟ الماء ما كتشربش الماء؟ الماء كنشرب فهمتيني. شحال من ايطرو؟ ايطرو انا نسيطرو. نسيطرو كافي كافي انا راه جمد الدراري انتوما الماء راه نسيطرو، ولكن الا ضربتي البيض النعام ما ضربتيش سير شرب الماء خدي. هادشي اللي كاين. زيد كتسلقها نهار كامل ولا كيفاش؟ نهار كامل كت 24 ساعه ديال الصليق كتبقى؟ لا كتبقى واحد 45 دقيقه ديال الصليق. 45 دقيقه؟ 45 دقيقه وما غاتسلقش اخي ديالي. راه بيض النعام انا راه ما كنخليهاش ديك السلوقيه مزيانه تجمع راسها، كنخليها صايبه مستيبه. ما علينا، كمل كمل اخي ديالي. مستيبه زيد كيفاش غادي الماكله؟ هي كنضرب. قال لي خاصك سينيور باش تقطع عليها داك القشره ديالها مزيده صحيحه شويه. لا خاصك ليمون. ليمون 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 خاصك ديماري تضرب حتى هو. خساره الدراري برا وجوله، سيروا ضربوها سدر الدجاج وداك الشيء. بارك عليك في داخل في هذا الشيء صافي اخويا، حيد هذا الشيء بزاف.